اخباركم عاملين ايه؟ انا نور الشيخ امين تدريب وتثقيف حزب الحركه الوطنيه. اتكلمنا عن موضوعات كتير، اتكلمنا عن الكورونا واتكلمنا عن الحريه واتكلمنا عن الاشاعات الحرب النفسيه. تعالوا نتكلم النهارده على مفهوم الاخلاق. مفهوم الاخلاق فلاسفه كتير اتكلموا عليه، كتاب ادباء علماء، وقالوا هي ايه الاخلاق؟ اللي قال ان هي بترتبط بالسعاده، لو السلوك ده بيسبب لك سعاده يبقى ده بناء عليه ده سلوك في اخلاق. بس بيختلف في المجتمع الاخر، في ناس ربطوه باللذه وفي ناس ربطوه بالمنفعه. لكن الراي الراجح والراي المهم اللي كلنا لازم نلتزم بيه ونعتنقه كمان، ان الاخلاق ارتبطت بالواجب، ارتبطت بالالتزام. لو الامر اللي انت بتعمله ده هو امر ملزم وامر ينم عن واجب والتزامك بواجب وادائك لواجب، فدي من الاخلاق. فاكرين زمان مع بعض ان احنا كنا بنحكم على بعض، شوف الولد ده مواعيده مظبوطه، الولد ده بيقوم بدوره 10 على 10، الموظف ده اداؤه ممتاز، كل دي واجبات. فالانسان اللي بيقوم بواجبه بيقوم بالتزامه ده دلاله اخلاق. فمن الاخلاق ان احنا نكون ملتزمين تجاه نفسنا وتجاه حياتنا وتجاه بلدنا. الاخلاق ان احنا نقول حاضر لما يكون عندنا ظروف صعبة ونلتزم بالاجراءات الاحترازية اللي احنا بتدور حوالينا في العالم كله مش احنا بس. الاخلاق ان احنا نحافظ على حياتنا ونقعد في البيت ونأدي شغلنا، لو مضطرين ننزل نقضيه بالاجراءات الصحية المفروض نعملها. الاخلاق ان انت لما تكون في مكان مقفول انك يبقى عليك واجب انك تحافظ على حياتك وحياة الاخرين. الاخلاق ان احنا لما يكون عندنا ظروف زي كده نلتحم كلنا مع بعض ونقوم بدورنا المجتمعي، اللي قادر يتبرع يتبرع، واللي قادر ينزل الشغل ياخد باله، واللي قادر يشتغل من البيت يبقى كتر خيره. الاخلاق ان احنا نحافظ على حياتنا. اشوفكم في رسائل تانية كتير. أنا نور الشيخ وأشوفكم في رسالة نور اللي جاي.